هذا الوطن وهذا المنطقة. عقدت لجنة أصحاب الأعمال الملتقى العام الأول تحت عنوان كيفية استغلال توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد في دعم أصحاب الأعمال والمنفعة التجارية العامة، والذي استضافه مركز الأيام الإعلامي. الملتقى الحكومي لسيدي صاحب السمو ولي العهد كان عبارة عن إحياء لرؤية 2030، وأهم الأعمدة الموجودة في رؤية 2030 أن يكون القطاع الخاص البحريني هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. وتحدث في الندوة مجموعة من الاقتصاديين وأصحاب الأعمال، وألقى المتحدثون الضوء على إحدى أهم المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وهي الفجوة بين القطاعين العام والخاص، مشيرين إلى أهمية تنفيذ التوصيات التي أفرزها الملتقى الحكومي الذي عقد مؤخرا. اللي ناقشوها كلها صارت على مستوى غرفة التجارة والجهاز الحكومي، هو اللي صار بس المؤسسات الصغيرة اللي هي صاحبة الشأن والمتوسطة ما كان لها دور، والملتقى هذا بيكون متنفس للتعبير عن آرائهم ومواقفنا في ما تم اتخاذه من قرارات. المستثمر الأجنبي في حالة أنه يجي ويجيب إياه مصانع ويجيب إياه شركات ويشتغلون، مو يفتح ليه دكاكين. كما قدم المتحدثون مقترحا بتأسيس نقابة خاصة لأصحاب الأعمال تكون مهمتها المحافظة على حقوق أصحاب الأعمال وتكون مكملة لدور غرفة تجارة وصناعة البحرين. المؤسسات الصغيرة المتوسطة